اليومين اللي فاتوا دول. ما تقوليش كده يا شوشو احسن، بجد هزعل منك. والله العظيم والله العظيم انا حاسه ان انا اللي نجحت النهارده. على فكره بقى ده شعورنا كلنا، عشان كده انا عازمكم الليله دي على سهره بمناسبه الاكتساح العظيم ده. لا لا لا، مش قبل الشربات بتاع ده، بعد اذنك يعني يا دكتور. موافقه طبعا يا نوسه، النهارده مفيش حد هتترد له كلمه. ربنا يخليكي لينا يا رب. ثواني ويكون الشربات جاهز. امال الدكتور العبقري بتاعنا فين؟ دكتور، هو انت مش عارف طبعه ولا ايه يا شريف؟ طبعه ايه يا دكتور؟ هو لسه برضه بيهرب من السياسه بعد ما دخل بيته. اها سيبينا. حقينا يا دكتور. في ايه؟ مالك يا مصطفى؟ كارثه كارثه يا دكتوره. كارثه؟ هي فين الكارثه دي يا امين بيه؟ هي فين؟ سؤال عجيب جدا. مش معقول تكون سعادتك ما سمعتش القرار اللي اعلنته المعارضه ومكتب الارشاد من ساعه ونص يا جابر بيه؟ 90% من الاحزاب ومرشحين الاخوان كلهم انسحبوا من الانتخابات ومش هيدخلوا جوله الاعاده. ان شاء الله عنهم ما دخلوا، اهو كده ريحوا نفسيهم وريحونا احنا كمان. ده على اساس ان احنا بنلعب سياسه ولا بنتخانق على قهوه بلدي؟ على مهلك شويه عليا يا امين بيه. ما خدتش بالي. الظاهر ان جلال خدتني شويه ونسيت المقامات الجديده، ما اصل انا بقى. انت استاذنا كلنا يا معالي الوزير، وياما اتعلمنا منك قبل ما نزرع الفكر الجديد في الحزب او في لجنه السياسات. واحب ادي لحضرتك بقى معلومه صغيره. شرعيه الانتخابات اللي انت خايف عليها دي من نتيجه انسحاب المعارضه دي بقت موضه قديمه وبايخه ومضيعه للوقت، ومش معقول هنفضل كل ما برغوت يطلع يدع لدعة ويستخبى نقعد نخبط في الضلمه ومش هنوصل لحاجه. طب ايه راي سعادتك بقى ان قرار برغوت اللي انت مستهيفه ده قلب مكتب الرئاسه، وكمان شويه هتستقبل تليفون زي اللي انا خدته قبل ما اجيلك، وهتسمع منه نفس الجمله اللي اتقالت لصاحبك. ادي اخره اللي يمشي ورا العيال. يا خبر اسود، سعادتك قلت له كده فعلا؟ واقولها لا تخمنه. في ايه يا محسن؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ العفو يا معالي الوزير، لكن سعادتك عارف ان الراجل ده متدلع على الاخر. وادي اللي خدناه من الدلع يا اخويا. حد يدير انتخابات مجلس بالطريقه الخايبه المفضوحه دي؟ دولت العيال بتوع اتحاد الطلبه بيديروها اذكى من كده مليون مره. ما هو احنا يا فندم برضه. انتوا ايه؟ انتوا شويه جهله. ايوه، ابعتي لي حد ياخد الملفات والشنطه. انا عايز اروح، انا زهقت. اتخنقت. ألف ألف مبروك يا دكتورة، كنت هكلمك حالا. إيه يا دكتورة مالك؟ في إيه؟ مصيبة يا محسن بيه، مصيبة. مصيبة إيه بس فهميني؟ أنا أصلي كنت، اسمع يا محسن بيه، في نفس المكتب ده سعادتك صرحتني بالسر اللي خبيته عني واللي كان السبب ورا ترشيحكم ليا. أيوه حصل. وأنا دلوقتي هستخدم نفس الحق ده وحصرح سعادتك بالسر اللي يخصني أنا واللي كان السبب ورا موافقتي على الترشيح وعضوية المجلس. بس قبل ما أقول أي حاجة لازم سعادتك تعرف إنك لو رفضت تحميني وتخلصني من المصيبة اللي أنا فيها دي، سليمان هيطير كل حاجة من بين إيدينا كلنا. Thank you.
مش ممكن يا سليمان، ايه اللي عملته ده؟ بقى انت مختفي الفترة دي كلها ومدوخني وراك في كل حتة علشان بتلف على الضحايا بتحاول تقنعهم انهم يشهدوا باللي حصل في بلاغ رسمي؟ وهو انا في ايدي حل تاني؟ مش هي دي الأمارة اليتيمة اللي طلعنا بيها من الفايل الزفت اللي كان على الكمبيوتر ده؟ اعمل ايه يا ملك؟ اعمل ايه؟ البلاوي اللي حصلت في المستشفى اكيد كلها اختفت دلوقتي بعد ما الحكاية اتكشفت. اعمل ايه وانا مفيش في ايدي دليل واحد يأكد كلامي لو قدمت بلاغ؟ مفيش قدامي غير الحالات اللي اتعاملوا معاها واللي متسجلة اساميها وعناوينها في الكشف المنيل ده. وبعدين يا سليمان، عملت ايه من الرحلة المهينة دي غير انك بهدلت نفسك وبس؟ ما كنتش اتصور ابدا كل ده يحصل، ما كنتش اتصور ابدا ان الناس تفرط في حقها بالشكل الفظيع ده. ده كأنهم كلهم متفقين على رد فعل واحد. ومين قالك ان كلهم ضحايا ومضحوك عليهم زي جواهر؟ ليه ما فكرتش لحظة واحدة ان دي صفقة متفقين عليها بإرادتهم؟ فكرت وحطيت الاحتمال ده في دماغي وعرضت عليهم فلوس اكيد اكتر بكتير من اللي اديتها لهم شيناز والكلاب اللي معاه، وبرضه مفيش فايدة. طبعا مفيش فايدة يا دكتور، لانهم المرة دي هيقبضوا منك ويخشوا السجن بتهمة الاشتراك في قتل عمدي بعمليات اجهاض. خلاص يا ملك، خلاص بقى، ما تعبيش نفسك معايا اكتر من كده. انت صحيح فوقتيني من الغيبوبة الطويلة اللي انا كنت عايش فيها، بس للأسف أنا صحيت زي أهل الكهف، الدنيا كلها اتغيرت حواليا، العملة بتاعتي لا بقت تبيع ولا تشتري، والسلاح اللي في إيدي ورقة خايبة لا راحت ولا جت، ملاش أي معنى، بس السلاح اللي في إيد مراتي حصانة برلمانية. ليه؟ ليه يا سليمان؟ السلاح اللي في ايدك اقوى من مليون حصانه. اوعى تستهون بقوتك وايمانك وحب الناس ليك. انا شفت ده بنفسي، شفت قد ايه انت كبير في قلوبهم ونظرات عينيهم. صدقني يا سليمان، انت لو رحت وقلت كلمه واحده في النيابه الناس كلها هتامن عليها وتقف وراك، وهتخلق لك الدليل من تحت الارض، والنيابه هتعرف تجيب البنات اللي انت رحت لهم دول وهتضغط عليهم وتوجه لهم اتهامات واضحه هتجيب من الاخر. من غير دليل؟ مش مهم الدليل. مستشفى الرحمه تبع نفس دايره النيابه اللي ماسكها طارق الشاذلي صاحبك وبلدياتك، وانا متاكده انه هيساعدك. هو ده الحل اللي كان المفروض تفكر فيه من الاول، مش تروح تتحايل على طرف من اطراف الجريمه. عندك حق، يلا بينا نروح دلوقتي حالا. معلش هغير هدومي ثواني بس وجالي. ما ينفعش يا سليمان. ما ينفعش ليه؟ لاني جايه اسلم عليك قبل ما اسافر. تسافري؟ تسافري تروحي فين يا ملك؟ ده وقت برضه تسيبيني فيه؟ غصب عني يا سليمان، اصل في مصيبه حصلت امبارح في تونس وكان لازم اسافر من ساعتها، بس اجلت سفري لحد ما. مصيبه ايه قلقتيني؟ في شاب من الجنوب التونسي اسمه محمد البوعزيزي استسلم لليأس اللي انت بتقع فيه دلوقتي وولع في نفسه، والبلد من وقتها مقلوبة، وانا لازم اسافر واغطي الموضوع ووقف مع الناس اللي اتجمهرت على الحدث. ما هي دي كمان بلدي يا سليمان، ما اقدرش اقعد هنا وتابع اخبارها من النات والفضائيات. ابوس ايدك يا سليمان، ابوس ايدك، اتحرك باقصى سرعه. مش عارفه ليه عندي احساس غريب بيقول ان الدنيا كلها هتتغير لو كل واحد فينا اتحرك خطوه لقدام وقال كلمه حق من غير ما يدور على دليل ولا يخاف من سلطه ولا حصانه. Thank you.
مش معقول. انا اخر حاجه كنت اتوقعها انك ممكن تستغنى عن الخاتم ده. خلي بالك من نفسك. وصل صحيح. ألف حمد لله على سلامته. وهو فين دلوقتي يا ابني؟ في الشقة؟ طيب بقول لك يا كيمو، أنا عاوزك تخطف رجلك لحد هناك وتقول له، ولا بلاش، أنا هكلمه على أرضي. مع السلامة يا ابني. عبدو عبدو وادي يا عبدو، تعالى تعالى. عمري حاجة، خد الباب ده ودور لي على نمرة مكتوب عليها شقة السيدة. شقة السيدة؟ أيوة. يا فرج الله، شقة السيدة اهو يا حاج، رقم شقة السيدة. تسلم ايديك. خد بقى حلاوة رجوع الغالي، ادلك حاجة ساعة. يلا. كده يا سليمان، حد يعمل في ابوه كده؟ لا حقي ولا حقك. انا عاوزك تنزل حالا من الشقه وتحصلني على البيت. ايوه ايوه. مش ممكن، ايه المفاجاه دي؟ النبي يا دكتور ورحمه بابا، طب وحياه اغلى حاجه عندك، ما تزعل مني. والله العظيم انا كنت ازعل منك. ده ايه؟ انت هبله يا بنت. انتوا اللي سمعتوني دلوقتي، ده احلى خبر في الدنيا. يا سلام، للدرجه دي عاجبك العريس؟ احنا من امتى بنفرح بنسب الحكومه؟ لا لا لا، انسى المعنى ده خالص يا عم الشيخ فرجاني. طارق الشاذلي ده واد جدع، واد فلاح ابن بلد، اخر شهامه ومرجله، لا بتاع سلطه ولا منظره كدابه. صدقت يا جدو؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا يخليك لينا يا احن اب في الدنيا. ربنا يخليك لينا انت يا مبروكه يا وش السعد. النسب اللي هيحصل على ايديكي ده حللي اكبر عقده في الدنيا. عقده؟ هو ده ايه يا سليمان؟ بعدين هفهمك يا ابويا. الف مبروك يا بطل، انا موافق وهعمل لك اكبر فرح في مصر كلها. يلا سلام عليكم. سليمان يا سليمان يا سليمان، رايح فين يا سليمان؟ ايه هو اللي رايح فين يا عم الشيخ؟ رايح اقرا الفاتحه واجيب الدبل. سلام عليكم. دبل؟ والله انا بتكل على الراجل مجنون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طارق بيه موجود مش كده؟ ايوه موجود، نقول له من سعادتك. قول له حماك. هو سعادتك تبقى حمل باشا؟ ايوه. انت فاهم ايه؟ انت شكلك جديد هنا على فكرة. لا ده انا قديم قوي قوي، بس واقف مكان علي زميلي عشان علي. معالي الباشا. ايه يا ابني الدوشة اللي انت عاملها دي؟ لا ما تظلموش يا طارق بيه، انا بصراحة اللي عامل الدوشة. سليمان. هو ده سعاده الباشا، هو ده المفتري اللي إيه عمل ده. ايه ده؟ انت مين يا جدع انت؟ الحمد لله على السلامه يا دكتور. دي اللي جابك هنا؟ ارد عليا طارق بيه ولا سعادتك هتقول له الاجابه بشكل رسمي؟ رسمي ايه وعرفي ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط يا طارق بيه؟ ومين الجدع ده؟ ثواني يا دكتور بعد اذنك. قفلت يا محمود؟ تمام يا ريس، فاضل استاذ يمضي على الاقوال.
امضي على اقوالك يا عم حامد ومع الف سلامه. بس انا حضرتك كنت عاوز اقول. سمعتني انا قلت ايه؟ امضي على المحضر وما ابعت لك تاني، يبقى قول اللي انت عايزه. حاضر يا فندم. اتفضل. اسمك ثلاثي. شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل. الله. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا كمان مضطر امشي يا طارق بيه. تمشي تروحي فين حضرتك؟ انت مش هتتحركي من هنا قبل ما تفهميني. اصبر شويه وانا هفهمك كل حاجه. تفهمني ايه يا طارق بيه؟ لا انا من القعده بتشرب قهوه. لو سمحت يا طارق بيه خلصني من الموقف ده. في اي حاجه تانيه مطلوبه مني؟ لا مفيش، اتكل على الله انت دلوقتي ونتقابل بالليل. ايوه بس بالنسبه لل بالليل يا حامد، بالليل هنتحاسب حساب زي ده في طرقه النيابه. يلا ماشي يا بيه. صدقتني يا شريف، مش قلت لك ان توقيتي صح وحساباتي مظبوطه بالملي؟ اهو ظهر يا باشمهندس، ظهر وجي لحد هنا برجليه، وزمانه دلوقتي بياخد الضربه القاطعه. ايه اللي بتقوله ده يا طارق بيه؟ بقى الهانم مقدمه فيا انا بلاغ رسمي، وبتتهمني اني بستخدم المستشفى الخيري بتاعتي في عمليات مشبوهه؟ وراحت بيلي نقابل العام شخصيا وحوله على النيابه المختصه اللي احنا فيها. واول ما دخلت المكتب لقيت المحامي العام بيكلمني عن البلاغ وبيطلب مني افتح محضر النهارده واسمع فيه اقوال الدكتوره والراجل اللي مسك فيك من شويه. وحكايته ايه بقى الراجل ده ان شاء الله؟ ده عامل في شركه الادويه بتاعت مراتك يا دكتور. بيقول ان بنته اللي بتشتغل في نفس الشركه غلطت مع واحد من جيرانهم وشافتك مره في الشركه، فلجأت لك عشان تساعدها باي طريقه قبل الفضيحه ما تتكشف. فدخلتها مستشفى الرحمه وعملت لها عمليه اجهاض. الله اكبر. وبعدين؟ هو بيقول ان الكلام ده حصل من 5 شهور وهو ما يعرفش، ومن اسبوع واحد بس حضرتك كلمت البنت تاني وعرضت عليها مبلغ كبير مقابل. مقابل ايه؟ كمل حضرتك خايف عليا ولا ايه؟ لا اطمن، انا خلاص جتتي نحست من كتر اللي شفته. عرضت عليها مبلغ عشان ايه؟ مقابل انها تكرر اللي حصل تاني مع الواد اللي ماشي معاها، عشان تحمل تاني وتاخد منها الجنين لانك بتحتاجه في بحوث طبيه. ولما رفضت تعمل كده خيرتها ما بين الفلوس والفضيحه، فاضطرت تقول لابوها عشان تخلص من تهديدك. فجري على الدكتوره شاهيناز وحكى لها اللي حصل، وطبعا اتصدمت يا عيني وطعنت في قلبها الطاهر الرقيق بعد ما اكتشفت انها مخدوعه في زوج فاسد متوحش بينهش اعراض الناس وبيسرق ضناهم. فقررت انها تهد المعبد وتضحي ببيتها واسرتها علشان تبرأ نفسها قدام ربنا. اخرب بيت جبروتك يا شيخ. يا دكتور ارجوك اهدى، انا لو مصدق كلمه واحده من الفيلم الهندي ده كنت قدمت طلب للمحامي العام بالتنحي عن التحقيق في القضيه دي فورا. لكن عشان انا متاكد. مين قال لحضرتك ان ده فيلم هندي؟ لا دي حقيقة يا طارق بيه. حقيقة؟ أيوه حقيقة. وعلشان تكمل الحقيقة في البلاغ اللي قدام حضرتك ده مش مطلوب منك غير حاجة واحدة بس، تشيل اسم المبلغ وتحطه في خانة المتهم. إيه؟ أنت حضرتك تقصد إن الدكتورة شاهيناز هي اللي اتفقت مع بنت الراجل الكذاب ده إنها تحمل بعلاقة غير شرعية وتاخد منها الجنين اللي في بطنها علشان تستخلص منه خلايا جذعية عصبية وتبيعها للأجانب. عرفت الكلام ده ازاي؟ ممكن حضرتك تديني اسم الراجل اللي كنت بتحقق معاه دلوقتي؟ اسمه حامد عبد الستار القللي. اهو اتفضل حضرتك. علياء حامد عبد الستار القللي. ايه الورقه دي؟ انا مش فاهم. ده كشف باسماء البنات اللي شهناز اتفقت معاهم على الصفقه القذره دي. أنا بنفسي مطلعه من الكمبيوتر بتاعها بقالي أسبوعين، وكنت جاي النهاردة علشان أشرح لحضرتك نفس تفاصيل الجريمة اللي أنا متهم فيها دي. وإيه اللي سكتك أسبوعين بحالهم على المصيبة دي؟ ما سكتش يا طارق بيه، أنا ما كنتش ساكت، أنا كنت بس عاوز إن أنا أوصل لقرار الحكاية الأول علشان بعد كده أعرف أقدم بلاغ بالأدلة والشهود. حلو قوي. فين الأدلة دي يا دكتور؟ ما حضرتك ده أول دليل يقع في إيدي من ساعة. دليل إيه يا دكتور؟ إحنا هنتهم عضو في مجلس الشعب بورقة مطبوعة من كمبيوتر؟ لا طبعًا، في دليل معايا أهم من كده بكتير. أصل حضرتك أنا عملت لعبة كده ودخلت 2 دكاترة من تلامذتي المستشفى علشان ينقلوا لي كل اللي بيحصل جوه من غير شهيناز ما تحس. بص حضرتك. اتفضل.
خدوا صور لأجهزة عالية التقنية جدا في المعمل وفي غرفة التعقيم، ومفيش أي معنى لوجود الأجهزة دي في مستشفى خيري، لأن كل استخداماتها في استخراج الخلايا الجذعية وفحصها وحفظها في ثلاجات نادرة جدا. ومعايا كمان عينة من الخلايا دي جابوها لي من جوه المعمل. استغفر الله العظيم يا رب. فهمت. كل ده ملوش معنى طبعا، لأنها أكيد شالت كل البلاوي دي ومسحتها من الوجود. بالعكس يا دكتور. بالعكس يعني؟ يا دكتور افهمني، مرات حضرتك مقدمة بلاغ كامل مشفوع باتنين شهود ومستندات رسمية بتأكد ملكيتك لمستشفى الرحمة وإدارتك ليها من يوم ما اتبنت، وأدلة تانية بتثبت عدم وجود أي علاقة إدارية بينها وبين مستشفى الرحمة، وإن كل نشاطها محصور في إدارة مستشفى العريني وشركة الأدوية. والأنقح من كده إنها قدمت طلب للنائب العام باستصدار أمر من النيابة لمعاينة المستشفى وإثبات وجود الأجهزة والمحتويات اللي حضرتك صورتها وجايب لي عينة منها. يعني بمنتهى البساطة يا دكتور، حضرتك بتوفر عليا مشوار المعاينة وجايب لي نتيجتها بنفسك لحد هنا. هو ده وقت ضحك يا دكتور؟ انت مش مدرك المصيبة اللي انت فيها؟ يا دكتور انا مفيش قدامي اكتر من 24 ساعة اطلب فيهم تحريات المباحث واكلف لجنة من وزارة الصحة بمعاينة المستشفى، بعد ما امسك التقارير دي كلها في ايدي بدقيقة واحدة اطلع امر ضبط واحضار واحبس حضرتك 4 ايام. على ايه ده كله بس؟ ما القضية كاملة وزي الفل اهي، أدلة ومستندات وشهود، والمتهم كمان جه لغاية عندك سلم نفسه واعترف بكل حاجة. أنا اللي عملت كل الجرائم دي، والله العظيم ثلاثة أنا اللي عملتها. عملتها بجهلي، بغبائي، بسلبيتي. اعدموني بقى. ورحمة أمي وأبويا لو لفيتوا حبل المشنقة دلوقتي على رقبتي ما هنطق ولا هقول كلمة لا. لا لا، اوعي تقولي الكلام ده تاني يا ماما، أنا مش هسمعه مش هسمعه. حبيبتي عشان خاطري، عشان خاطري ما تصعبيش عليا الحكايه. اصعب ايه؟ هو في اصعب من اللي انت بتقوليه ده؟ انا قلت لك الكلام ده بنفسي قبل ما تسمعيه من الناس. مش هسمع منك ولا من الناس، انا مش هسمع غير كلام قلبي وعقلي بس، حتى لو الناس كلها قالوا لي عليه كده انا مش هصدق. يبقى بتحطي راسك في الرمل عشان ما تشوفيش الحقيقه. انا الحقيقه يا ماما ان بابا بيتاجر في اعراض البنات وبيسرق ولادهم، وان انت اللي رحت تبلغي عنه عشان تاكدي الكلام الواطي ده. انا لما اتاكدت منه كان لازم ابلغ بنفسي لان ضميري ما يسمعش. ضمير مين يا ماما؟ ضمير مين؟ انت اللي طول عمرك بتتخانقي معاه وبتهري تريقه عشان كلامه عن الضمير والاخلاق وكلام الدراويش اللي بطل من 100 سنه. دلوقتي بقى هو المجرم وانت اللي بتضحي بكل حاجه عشان وجع الضمير. ماشي يا جان ماشي، انا هفوت لك المعنى القذر اللي انت قصدتيه دلوقتي، بس لازم تفهمي ان انا واجهتك بالحقيقه لانك كبرتي خلاص. وعشان انا كبرت مش هسلم دماغي لكلمه واحده تقوليها لي يا ماما، وهختار موقفي بمنتهى الحريه. اخترتي ايه يا شاد؟ اخترته هو يا ماما، وهعمل المستحيل عشان اخرجه من المصيبه اللي هو فيها دي، زي ما هو اللي خرجني من مصيبه فؤاد عوني. يا بنتي فوقي بقى فوقي بقى وبطلي كلام العيال بتاعك ده. اعتبريه كلام عيال زي ما انت عايزه لحد ما تشوفي حقيقه تملى عين الشمس. شاد رايحه فين؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي. أنت هتفضلي واقفة تتفرجي كده؟ اطلعي وراها بسرعة عشان تعمل في نفسها حاجة. حاضر يا دكتور، حاضر. كماليا أنت فين؟ خلصتي مشوارك ولا لسه؟ خلصت سعادتك، بس كنت محتاج اعرض على معاليك مساله مهمه شويه. خير يا طارق؟ انا كنت عايز استاذن سعادتك
وأقدم مذكرة باستشعار الحرك في قضية سليمان العريني. وإيه أسباب الحرك في قضية زي دي بالنسبة لك؟ الدكتور سليمان بلدياتي ومعرفة قديمة، وكان صديق لوالدي الله يرحمه. صديق؟ أنت مش قاري قانون كويس ولا إيه؟ لا طبعاً سيادتك، أنا عارف إن استشعار الحرج أو التنحي في أي قضية مرهون بصلة القرابة لحد الدرجة الرابعة، بس معاليك وافقت قبل كده لهشام بيه وزملاء كتير وعافتهم من قضايا كل اللي فيها جيران ومعارف عادية، وأنا كنت طمعان إن سيادتك. ما أقدرش يا طارق، ما أقدرش أوافق لك على مذكرة بالمعنى ده. ليه بس يا سيادتك؟ لأنها هتأذيك، مش هتثبت نزاهتك وموضوعيتك زي ما أنت متصور. إزاي يا فندم؟ انت مسابقة قبل كده وحققت في جناية قتل كان المتهم فيها بنت الدكتور سليمان العريني، واستكملت القضية وديت للمباحث اذن تفتيش ومراقبة عشان يكشفوا القاتل عن طريق حيلة عملها دجال والمساعدين بتوعه. ساعتها ما جبتش اي سيرة عن العلاقة اللي بينك وبين الدكتور سليمان. جاي دلوقتي تقول صديق وبلديات؟ ايوه يا فندم، بس الحمد لله القضية دي اتحلت وحققت نتائج ممتازة وفي وقت قياسي، وجبت اعتراف تفصيلي من القاتل والشركة بتاعه، بس ده مش هيعفيك من شبهة المجاملة وتسهيل الإجراءات لو قلت الكلام اللي عايز تقوله دلوقتي بشكل رسمي. طب سيادتك ممكن تخدمني في الحكاية دي بشكل ودي وتحلها العضو تاني من غير المذكرة دي؟ وأقول إيه لسيادة النائب لما يسألني إزاي قضية كبيرة بالشكل ده تديها العضو صغير والنيابة فيها رئيس يا طارق بيه؟ أنا في أزمة يا معالي المستشار، والله العظيم في أزمة. القضية دي أنا مرتبطة جرد نفسك يا طارق، أنت قاضي مش محامي في مكتب خاص تاخد القضية اللي على مزاجك والقضية اللي مش عاجباك تسيبها لمحامي تاني. واعتبر إن ده اختبار من ربنا يا طارق، عشان ما تسمحش لقلبك إنه يميل لأي طرف من أطراف الخصومة وتقدم له أي استثناءات قانونية حتى لو أنت متأكد 100% إن هو بريء. ايوه يا عماد، سيب اي حاجه في ايدك وتعالى لي دلوقتي حالا. ما تقوليش استنى. معلش يا عماد، انا فرطه فرطه منيله بستين نيله. كانت جوه ولا لا؟ لو النبي يا اخويا ما اعرف جوه ولا مش جوه. ده بسنكره الباب بقى لها كام يوم يحس ولا خبر، بس بيقولوا يا اخويا تعبت راحت المستشفى. مستشفى؟ ما تعرفيش مستشفى ايه؟ بكارثه يا عماد، بلاوي مسيحه، عمليات اجهاض بدون مبرر طبي، واستخدام اجنه بشريه في ابحاث طبيه محظوره، وصفقات بيع وشراء خلايا جذعيه عصبيه، يعني تجاره اعضاء، وابتزاز فتيات واكراههم على ممارسه الرذيله. انهار اسود، ايه الغرقه دي؟ أنا راضي ذمتك وضميرك وإحساسك في المهنة دي 20 سنة يا عماد، ده راجل يطلع من تحت إيده الإجرام ده كله؟ إحنا هنعمل إيه بإحساسنا يا طارق بيه؟ أنا عايز أعرف الورق اللي تقدم لك ده شكله إيه بالظبط؟ زفت، الورق زي الزفت. الست مراته العجيبة دي مقدمة أدلة ومستندات تقفل القضية على رقبة الراجل في جلسة واحدة، ومش باين غير مخرجين اتنين بس، واحد منهم في إيدك أنت يا عماد. اللي هو إيه؟ تحريات. البلاغ فيه أقوال مرسلة كتير،
مش مدعومة بوقائع ثابتة، والتحريات بس هي اللي تقدر تثبتها أو تنفيها. إيه ده يا طارق؟ أنت أول مرة تطلب مني طلب زي ده. يا ناس تفهموني بقى، بلاش النظرة المهينة دي. أنت هتعمل زي المحامي العام اللي شك فيا بعد العمر ده كله يا عماد؟ مش أنت اللي بتقول عايزني؟ استغفر الله العظيم، بقول عندي أمل إن التحريات تيجي سلبية. أكيد مش قصدي تفصل لي تحريات على مزاجي يا أخي. وإذا تسد المخرج اللي عندي والتحريات أكدت الواقعة، يبقى مفيش قدامي غير الأمل الأخير. اللي هو إيه بقى؟ جواهر. معرفش معرفش، أنا بعد ما خلصت كلام معاها واتصلت بيك طلعت عشان أخد شاوري يهدي أعصابي شوية من مشوار النيابة الفظيع ده. لقيت أوضتها مفتوحة واخدة هدوم من الدولاب وملهاش أي أثر في الفيلا. والله العظيم ما حسيت بيها خالص. اخرصي بقى، سيبيني في اللي أنا فيه. ادخلي ادخلي دلوقتي. يلا يا نوسة. يا هانم والله العظيم يا ستي ادخلي جوه بقى، الحكاية مش ناقصاكي. يلا. خربوا بيتي الأغبياء الكلاب، دمروني يا كمال دمروني.